ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد بإذن الله. العثور على جثة الطيار العراقي المفقود في اليونان. أعلنت وزارة النقل العراقية العثور على جثة الطيار العراقي المتدرب في اليونان بعد فقدان الاتصال به قبل أيام أثناء رحلته التدريبية على طائرة تابعة لمعهد التدريب في أثينا. وذكرت الوزارة في بيان صحفي: ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره، نقدم تعازينا بوفاة الطيار المتدرب عمار إبراهيم الذي وفاته الأجل خلال رحلته التدريبية على الأراضي اليونانية. وفي وقت سابق من اليوم ذكرت قناة سكاي اليونانية نقلا عن مسؤولين أن أحد سكان منطقة زاغوري شمال غرب البلاد أفاد بالعثور على حطام الطائرة التي كان يقودها الطيار العراقي. وقبل يومين أعلنت الخطوط الجوية العراقية إنها تتتابع عن كثب الأنباء حول فقدان طائرة تدريب يونانية كان يقودها طيار عراقي متدرب. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش تحطوا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.